منذ قليل انتهت مباراة نهائي كأس مصر وانتهى موسم طويل للغاية، موسم انتهى منذ قليل الحقيقة بعد شد وجذب طوال سنة كاملة أو يمكن أكتر من 365 يمكن سنة وشوية كمان، انتهى موسم طويل للغاية. انتهت هذه المباراة بفوز نادي الزمالك على نادي بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء. طبعا أشياء كثيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت تعلمتها داخل النادي الأهلي، من ضمن هذه الأشياء أن الروح الرياضية هي دائما التي تكسب الجميع. يعني إيه؟ يعني دايما أنت عندك لما يبقى عندك من جواك روح رياضية بتكسب كل الناس، والكبير دايما بيفضل دايما كبير لأن روحه الرياضية أكبر من الجميع. بمعنى إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ معناه أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية التي أدت إلى خسارة النادي الأهلي في مباراته أمام بيراميدز في كأس مصر، وبالتالي خرج النادي الأهلي من هذه البطولة وفاز بها نادي الزمالك. نادي الزمالك هو المنافس للنادي الأهلي، وبالتالي بتبقى دايما في حساسيات في كل هذه الأمور، ولكن تعلمت داخل النادي الأهلي أن الروح الرياضية هي دايما الروح السائدة في كل الأمور. الروح الرياضية هي اللي دايما بتكسب كل محبة الجمهور، وأن الروح الرياضية هي الأساس في كل شيء. هو ده اللي أنا تعلمته داخل النادي الأهلي، وده اللي تعلمته الحقيقة من الرياضة بشكل عام ومن النادي الأهلي بشكل خاص. ولذلك فمبروك طبعا لنادي الزمالك فوزه بهذه البطولة، وعندنا إن شاء الله مباراة في أو مباراتين في السوبر. معرفش طبعا أني مباراة اللي هتتلعب الأول ولا الدنيا هتمشي إزاي خلال الفترة اللي جاية. هنشوف اتحاد كرة القدم أو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم كي أو متى ستضع التوقيتات المناسبة للمباراة السوبر.